كل اللاعبين بقى زي ما كنت بقول دلوقتي يا كابتن طارق، يعني عدد كبير من اللاعبين في طلائع الجيش بدأوا يبقوا اوراق في سوق الانتقالات. يعني الاهلي عايز اتنين تلاته لعيبه، الزمالك عايز اتنين تلاته لعيبه، بيراميدز، فيوش، باقي الانديه، الفريق كله يعني الناس بقت عينهم عليه، بقى سوق حلو للانديه. انت هتقدر تحافظ ازاي على القوام دوت الفتره اللي جايه؟ شوف، احنا طبعا لينا هدف، انا من ساعه ما جيت وحطيت هدف للمكان عشان نوصل للمكان اللي انت شايفه دي. صحيح. وعشان توصل للمكانه دي لابد من تعب، يعني الكلام ده ما جاش صدفه. لا بالعكس، كان تعب دؤوب واستمرار مستمر مع اللاعبين، واللعيبه حرجت نفسها كتير جدا. في الشكل اللعيبه تطورت واصبحت مطلب لكل الانديه. صحيح. ولكن المفترض ان المكان ليه هدف. اللي احنا عاوزين مش المهم الوصول للمكانه ديت، زي ما بيقول لك كده، مش المهم الوصول للقمه، لكن المهم المحافظه على القمه. صحيح. عشان تقدر تحافظ السنه دي والسنه الجايه في المواسم اللي جايه انك تنافس في المناطق اللي زي ديت مع فرق يعني بتفوقك في الميزانيات والكواليتي بتاع اللاعبين، طبعا الامكانيات الماديه، فانت لابد ان انت تواكب الحدث بشكل كويس جدا، وتكون على قد المسؤوليه. تقدر تحافظ نمره واحد على اللاعبين بشكل كويس، وتدعمهم لاعبين تاني جيدين، عشان تقدر تتطلع للافضل في اللي جاي. مكان يستحق الافضل، مكان يستحق الافضل. طيب ده ما يمنعش محتاج ان يتخطط له بشكل كويس جدا لمستقبل. محتاج يتخطط له كويس جدا لمستقبل عشان نبص للي جاي، لان انت دلوقتي ان شاء الله باذن الله هتنهي في مركز متقدم. صحيح. ايه المطلوب منك؟ انك تحافظ على المركز ده. طيب تحافظ على المركز ده، اللعيبه بتاعتك لازم تحافظ عليها بشكل كويس وتدعمها بشكل كويس، مع تحفيز جيد للولاد بشكل كويس، تعديل بعض العروض شويه بما يناسب المكان، بما يناسب المرحله، عشان تقدر تحقق التارجت اللي انت عاوز توصل. بص، ده ما يمنعش يا كابتن طارق، زي اي نادي في العالم وبيشتغل بشكل تسويقي جيد، انك ممكن تبيع بعض، انك ممكن تبيع بعض من المرحله. اتفضل. بس مش المرحله دي. لابد انك تعمل ثبات الاول. اوكي. وبعد كده تبتدي تمشي في الاتجاهين. ان انت ما تتاثرش فنيا وتقل في التارجت بتاعك. مهم جدا تحافظ على التارجت ده، عشان تحافظ في المرحله دي انك تحافظ على اللاعبين. بعد كده لما توصل للتوليفه الجيده تقدر تخرج لاعب واثنين، وبعدين تقدر تعمل عمليه التعويض. طيب ده معناه ان الموسم اللي جاي مفيش لعيبه من طلائع الجيش خارجه من الفريق؟ والله ده اتفاق مع مجلس الاداره. مجلس الاداره ولا محمد بسام؟ ما عندكش مانع. نفس الامر. محمد بسام جدد. جدد، وطالما جدد يبقى خلاص مكمل مع الفريق.